الممثلة الأمريكية والمفادة الخاصة للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين أنجلينا جولي في بورما بدعوة من المعارضة أونغ سان سوتشي الحائزة على جائزة نوبل للسلام. أنجلينا جولي استغلت هذه الزيارة لحث السلطات البورمية على ملاحقة مرتكبي الاعتداءات الجنسية في إقليم كاشين شمال البلاد الذي يشهد حربا أهلية منذ 2011، وذلك بعد لقاء مؤثر مع بعض النساء من ضحايا التجاوزات في الشمال. أنجلينا جولي أشارت إلى أنه ورغم عمل المنظمات غير الحكومية المحلية فثمة حاجة عاجلة لمساعدة طبية ومساندة قانونية ونفسية، فضلا عن إطار قانوني متين للتأكد من تحميل مرتكبي أعمال العنف الجنسية لمسؤوليتهم.